شكرا. نروح نستعرض معاكم كل الأخبار الجديدة والخاصة بفريق الكرة داخل نادي الزمالك في فقرة اقرا الخبر. خلونا نبدأ فقرتنا اقرا الخبر من عند الكولومبي المدير الفني لنادي الزمالك مستر أوسوريو، والعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية النهاردة. طبعا المدير الفني كان حريص على توجيه رسالة قوية للاعبين كان مضمونها ضرورة العودة للمسار الصحيح والعمل على الفوز فقط في القادم من المباريات. كمان أوسوريو شرح أبرز الجمل الفنية والمراد تنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام فريق طلائع الجيش. كمان لاعبو الفريق خاضوا مجموعة من التدريبات البدنية القوية على هامش المران الصباحي النهاردة، والتدريبات الجماعية شهدت التركيز على رفع الحمل البدني لجميع اللاعبين عن طريق خوض مجموعة من التدريبات في صالة الجيم وعلى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. كل ده كان تحت قيادة كابتن علاء رجب مخطط الأحمال، وكان تحت إشراف خاص من مستر أوسوريو المدير الفني. كمان منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق بعض التعليمات الفنية لكل من أحمد بالحاج عمرو السيسي ثنائي خط الوسط على هامش التدريبات الجماعية، وركز المدير الفني للفريق على تنفيذ الثنائي لبعض الجمل الفنية خلال المران، بجانب أيضا التركيز على الضغط واستخلاص الكرة من المنافس. طبعا الفريق هيستعيد أحمد بالحاج في المباراة المقبلة، وخصوصا بعد غيابه عن مباراة الداخلية الأخيرة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء. نروح لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق اللي بيخضع لبرنامج تدريبي إضافي على هامش المران الصباحي النهاردة استعدادا للفترة المقبلة. طبعا فتوح كان انتظم في التدريبات امبارح بعد تعافيه من الإصابة اللي كان بيعاني منها، واللي كانت عبارة عن مزق في عضلة مفصل الحوض. طبعا فتوح خاض بعض التدريبات التأهيلية الخاصة في نهاية المران بعد مشاركته في المران الجماعي. طبعا كل ده عشان يتم رفع المعدل البدني لفتوح ويكون جاهز بأفضل شكل للفترة المقبلة، وخصوصا أنه غاب لفترة طويلة تخطت الشهر بسبب الإصابة. كمان خصص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي أوسوريو فقرة خططية خاصة لمجموعة اللاعبين المهاجمين على هامش المران الصباحي النهاردة، وشارك في هذه الفقرة سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا، وقاموا بأداء مجموعة من الأدوار أو الأمور التكتيكية تحت قيادة المدير الفني أوسوريو. كمان تم التركيز على إنهاء الهجمة بالشكل الصحيح من خلال جمل تكتيكية خاصة، بالإضافة كمان للتعامل مع العرضيات بالشكل السليم. كمان كان ليهم جزء خاص بالتسديد على المرمى من الوضع الحركي في حالة أتيحت الفرصة ليهم داخل أو خارج المنطقة الخاصة بالمنافس. كمان مستر أوسوريو كان حريص على منح الثلاثي التعليمات الفنية بشكل مستمر وتصحيح بعض الأمور. لسه مكملين مع الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق، واللي عقد جلسة خاصة مع عمر جابر الظهير الأيمن على هامش المران الصباحي النهاردة. أوسوريو كان حريص خلال الجلسة على منح عمر جابر بعض التعليمات الفنية والمهام الخططية المطلوبة منه استعدادا للفترة المقبلة. كمان طلبوا بالتركيز وبذل أقصى جهد عنده، وقام بتحفيز اللاعب، وأكد كمان على ثقته فيه في تقديم الأفضل في الفترة القادمة، وخصوصا طبعا أنه هو غايب عن المشاركة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة اللي كان بيعاني منها في الركبة.
طبعا دي كانت أبرز أخبار الفريق.